مدينة مسقط القابعة خلف الجبال والأسوار بمبانيها العتيقة وموقعها الفريد، شكلت على امتداد التاريخ مركزا حضاريا نشطا ومتفاعلا مع مراكز الحضارة في العالم القديم والحديث. هذا البعد التاريخي لمسقط القديمة والتطوير الذي حدث بها جعل منها موقعا استراتيجيا لإنشاء المتحف الوطني. الذي جاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 62 على 2013، حيث أصبحت له الشخصية الاعتبارية بما يتوافق والتجارب والمعايير العالمية المتعارف عليها في تصنيف المتاحف العريقة. يختزل المتحف الوطني مفردات الحضارة العمانية المادية والمعنوية، ويبرز مكنونات التراث الثقافي لعمان منذ ظهور الأثر البشري في شبه الجزيرة العربية قبل مليوني عام وإلى العصر الحاضر الحديث. تتجلى رؤية المتحف الوطني في إيجاد نموذج متكامل للعمل المتحفي في السلطنة، بما يحقق النقلة النوعية المنشودة لهذا القطاع ويسهم في تحقيق الرؤية الموضوعة للمتاحف في سلطنة عمان. البداية الفعلية لمشروع المتحف الوطني تعود لعام 2004 للميلاد، عندما تم تعيين بيت استشارة لوضع الدراسات الأولية للمشروع. في العام 2010 حدثت الانطلاقة الفعلية من خلال العمل في تطوير قصة السرد المتحفي ومكوناتها الرئيسية والثانوية، البدء في مشروع الحفظ والصون، في تشكيل الإدارة العليا والوسيطة والكادر العماني، وأيضا في العام 2010 شهد ذلك العام بدء الأعمال الإنشائية في الموقع. تبع ذلك الشروع في أعمال التجهيزات الداخلية في العام 2013، وتم الانتهاء من مكونات هذا المشروع في العام 2015، وافتتح رسميا في ديسمبر من العام 2015 في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني 45 المجيد. كما حظي المتحف الوطني بأن يكون تحت الرعاية الفخرية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك بموجب المرسوم السلطاني الصادر في سبتمبر من العام 2020. يجسد المتحف الوطني اللغة المعمارية التي تم تبنيها خلال عصر النهضة، ويختزل مفردات معمارية تعود بجذورها إلى العمارة التقليدية العمانية، يضاف إليها توظيف آخر التقنيات المطبقة في علوم المتاحف. هذا التقليد المعماري مستوحى من التراث الإسلامي بوجه عام ومن الخصائص المعمارية للعناصر المحلية، فالزخارف المنقوشة على الأسقف الخشبية استوحيت من عناصر معمارية تقليدية
مثل المساجد والقلاع والحصون. تتميز قاعة السلاح بتصميمها المعماري المستوحى من إحدى برجي قلعة الحزم في الرستاق، التي تعود إلى أيام الإمبراطورية العمانية الأولى مطلع القرن 18 إبان دولة اليعاربة، بما يتناسب والسياق الموضوعي لهذه القاعة. من العناصر المعمارية الأخرى في المتحف قاعة الحقب الزمنية، التي تستوحي تكوينها الدائري من قلعة نزوى المعروفة بقصبة الشهباء. هنا فضاءات مفتوحة تربط بين قاعات المتحف بعضها ببعض، وما بين اللقى بعضها ببعض، بحيث تختلق فضاء فكريا متشابكا ومكملا لبعضه. قاعة الأرض والإنسان هي النواة المعمارية للمتحف الوطني. هذه القاعة تتوسط المتحف بحيث يمكن التفاعل مع مقتنيات القاعة من خلال مشاهدتها عند الدخول إلى المتحف الوطني، والتفاعل معها عموديا من خلال الإطلالات الأربعة في الدور الأول. هذه القاعة تحتفي بأرض عمان والإنسان العماني. تم تخصيص هذا الفضاء لعرض المصنوعات الحرفية، ليس للدلالة عليها في ذاتها، وإنما لما تختزله من رموز تبرز الهوية العمانية وخصائص التنوع الثقافي الشاهد على البعد الحضاري العميق لعمان والممتد إلى حوالي 5000 عام. أيضا تحتفي هذه القاعة بخصائص أخرى مثل الضيافة والكرم والانتماء للجماعة والقيم الإسلامية والترابط الاجتماعي. تبرز قاعة الأرض والإنسان كيف أن جغرافية الأمكنة والموارد في عمان شكلت العديد من الثقافات على المستوى المحلي والوطني على حد سواء. المتحف الوطني يهدف إلى إبهار الزائر بالإرث الحضاري العماني العريق، ونشر المعرفة والوعي لكل فئات الزوار. خدمات الزوار في المتحف الوطني يعنى بعدة مهام. عندنا بيع التذاكر، الاستعلامات وتنسيق الزيارات إن كانت رسمية أو بشكل فردي. لدينا أيضا الإرشاد، مجموعة من المرشدين ننظمهم حسب الزيارات ليقدموا هذه الجولات الإرشادية بعدة لغات. لدينا الفرنسية، الإنجليزية والألمانية. أيضا نعنى بالاهتمام بآراء الزوار من حيث إن كانت شكوى أو مقترحات عن طريق أوراق الاستبيان أو عن طريق جولاتنا داخل المتحف نفسه للتواصل مع الزوار. لدينا في جميع القاعات بعض الموظفين الذين يتفاعلون بشكل يومي مع الزائر ويأخذون كل هذه الملاحظات إن كانت ملاحظات عن تجربتهم ككل. يضم المتحف الوطني 15 قاعة للعرض المتحفي الثابت، ويعرض فيها حوالي 6000 من اللقى الأصلية المميزة، ويضم 33 منظومة عرض رقمية تفاعلية على رأسها قاعة سينمائية بتقنية الـ UHD، أي تقنية التصوير فائق الدقة،
يضاف إلى ذلك الوسائل البصرية والسمعية. المتحف الوطني هو صرح متكامل، فلا تقصر تجربة الزائر على القاعات فقط، فهناك مركز التعليم المجهز تجهيزاً متكاملاً. يستهدف مركز التعليم مختلف فئات المجتمع وعلى رأسها طلبة المدارس والجامعات. قسم أصدقاء المتحف يعنى بتسجيل، قبول وتجديد عضويات أصدقاء المتحف، وأيضا تقديم خدمات متميزة وخاصة لهذه الفئة، أي للأعضاء، منها تقديم البرامج التعليمية والمتحفية الخاصة، وأيضا البرامج الإرشاد الخاص. أيضا لأصدقاء المتحف مرافق خاصة بهم، يقوم القسم بالعناية بهذه المرافق وإدارتها وتحسين أيضا جودة الخدمات المقدمة لهم. أيضا يهدف القسم إلى بناء علاقات مستدامة مع المساهمين والمانحين. يوجد أيضا تعاون أو تواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لاستضافة بعض الفعاليات التي ترغب هذه الجهات بإقامتها في المتحف، فيقوم القسم بالتواصل مع هذه الجهات وأيضا تنظيم الفعاليات. كرملوكا كو نينال دي كالا مش مغان كشابا سيكا مغان كالا مرابسا كرما حشينا كالا دوشيا غابا مرب كرما كان ورود نين كالا غا اسو اسي و شومن مربال بل كرباكي اسي نتي. في سياق العرض المتحفي توجد بعض اللقاء التي لها دلالات معنوية ومادية استثنائية، دلالات تاريخية أو جمالية. تقف هذه اللقاء كرمز شامخ للبعد الحضاري العماني العريق. هنا أقدم اللقاء من صنع الإنسان في عمان. مركز الحفظ والصون هو الأول من نوعه على مستوى السلطنة، وتعنى هذه المرافق بدراسة المقتنيات المتحفية وتوثيقها علميا ومنهجيا وتأهيلها بما يسهم في حفظها للأجيال القادمة. برنامج الحفظ والصون بدأ في المتحف الوطني عام 2010 بتحديد الأولويات التي أولويات القطع المراد ترميمها. تم تحديد المقتنيات موادها من أي مصنوعة، بعدها قمنا بمخاطبة مجموعة من المتخصصين في عمليات الحفظ والصون. عندنا مجموعة من المقتنيات ما زالت مخزنة في المخازن،
في كل سنة تقريبا عندنا برنامج للحفظ والصمت. تبدأ عملية الترميم بتحديد القطعة، تصويرها، أخذ مقاساتها، بعدها نحدد المادة من وش مصنوعة، لتحديد المواد الكيميائية التي سوف نقوم باستخدامها في هذه القطعة. المتحف الوطني مؤسسة ثقافية متكاملة تعنى بالتعليم ونشر المعرفة والأبحاث العلمية والتاريخية، ويقدم تجربة تثقيفية ممتعة ومميزة لكافة الزوار على اختلاف الشرائح والأعمار. المتحف الوطني هو صرح ثقافي للجميع لكافة فئات المجتمع، ونفتخر أن نكون أول متحف في الشرق الأوسط يطبق منظومة رموز بريل للمكفوفين باللغة العربية. النصوص المتحفية هنا في المتحف فيها تشكيل كامل، إذا حولناها إلى لغة بريل مع التشكيل بيكون جدا صعب للقراءة، فقمنا بإزالة التشكيل من النصوص المتحفية وقصرنا هذه النصوص وغيرنا بعض الكلمات بحيث تكون أسهل للقراءة. ثم تعاوننا مع جمعية النور ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، تعاوننا معهم لعدة أشهر بحيث أنهم عندهم جهاز لتحويل النصوص العربية إلى بريل مباشرة، من ثم طباعتها، وبعدين جبنا بعض المكفوفين للتأكد من دقة النصوص وصحتها، ومن ثم قمنا بتثبيتها هنا في المتحف. عند إعداد قصة السرد المتحفي في عام 2010 تم طرح تساؤل: هل يجب أن يكون العرض المتحفي عرضاً في إطاره الزماني؟ أو أن يكون عرضاً متحفياً في إطاره الموضوعي؟ وفق ما هو معمول به من تجارب دولية سابقة، في نهاية المطاف تم اتخاذ القرار بأن يكون العرض المتحفي جامعاً ما بين الإطارين الزماني والموضوعي، باعتبار أن هذا التوجه في مكنونه الفلسفي واحد من أحدث التوجهات العلمية في المنظومة المتحفية دولية. هذا الإطار يتيح للزائر التفاعل مع مفردات المتحف الوطني بأبعاد وأشكال مختلفة عما هو معهود في المتاحف التقليدية، ويتيح فضاء رحبا للتأمل الوجداني والفكري. قاعات المتحف الوطني تم تصميمها وتوزيعها بناء على السياقين الزماني والموضوعي في آن واحد، فيجد الزائر أمامه عناوين رئيسية تختزل المفردات الحضارية لعمان، فتجسد مسميات القاعات ما سميت به: التاريخ البحري، السلاح، المنجز الحضاري، الأفلاج، ما قبل التاريخ والعصور القديمة، عظمة الإسلام، عمان والعالم، تراث الغير مادي، عصر النهضة.
السلطنة اعتزازها بوجود مجموعة من المواقع الثقافية والطبيعية العمانية لتمثل دليلاً واضحاً على مساهمة العمانيين عبر العصور المختلفة في بناء الحضارة. ويساهم المتحف الوطني كصرح ثقافي في إبراز الدور الكبير الذي قامت به سلطنة عمان في النهوض بالحياة الفكرية والفنية في العالم. ويبقى الإنسان العماني مفاخراً بتراثه وأمجاده، كما يفاخر بحاضره الزاهي ومستقبله المشرق من خلال تجربة متحفية فريدة من نوعها، مليئة بالمعرفة والإثارة من عبق الماضي والحاضر.